السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ومرحبا بكم في قناه عالم سناء ستار. اليوم جبت لكم مكيكه اللي رائعه، كتجي زوينه بزاف، ما كنديروش فيها الطحين، وبالنسبه اللي ما كياكلش الطحين يمكن له يعوض بيمود ماريا او هيرنيس. ها هو بيمو او هيرنيس، كتجي رائعه هاد الكيكه. كنحتاجو في هاد الكيكه كاس الزيت، كاس الحليب، كاس السكر، دائما السكر كنقول لكم على حسب الذوق، انا ما درتش كاس عامر، 3 ديال البيضات، جوج شاصيات ديال الكاكاو، شاصيه ديال الفاني بالنسبه للنكهه، وجوج شاصيات الحمرين. ندوزو نخلطو المقادير ديالنا في المونينيكس، تبعوا معايا. غادي ناخذ السكر، الحليب، كنخلطوا هاد المقادير كاملين، الزيت، ثلاثة البيضات، كنزيد الثانية، كنزيد الثالثة، كنزيد شاصيه ديال الفاني، كنزيد بيمو او هيرنيس او ماريا، يعني بحال هكا سامبل كيجي زوين في كيكه. كناخذ انا هذه الباكيه، يعني غادي نخلط بهذه المقادير وغادي نشوف باش ما تجينيش العجينه ثقيله بزاف وما غاديش تبقى جاريه. كنزيدو شاصيه الخماره حمراء، زدت الاولى، دابا غنزيد الثانيه. كنخلطوا هاد المقادير كاملين في المونينيكس وكنطحنوهم، ما كنحتاجوش شي اناء باش نخلطو، يعني سهله. كنزيدو شاصيه ديال الكاكاو الاولى على الطريقه، كنزيد الثانيه ديال الكاكاو، كاكاو ديال العبار حتى هو راه زوين، ديروا واحد ثلاثه المعالق كبارين، انا ما عنديش العبار، اكتفيت بالشاصيات. دابا غادي نخلطوا هاد المقادير. كنخلطوا هاد المقادير مزيان حتى كيتجانس لينا هاد الخليط بحال هاد الطريقه. بعد ما طحنت العناصر كاملين في الخلاط الكهربائي، دابا كنخويه كامل في المول، وانا اختاريت هذا المول، انا كبيت النص. كنكمل بحال الطريقه، كنخوي المقادير كاملين، كتجي زوينه بزاف. وبالنسبه للبيمو اللي استعملت، يعني الباكيه ما خدمتهاش كامله، شاطلي فيها شي حبات، يعني ما كتجيش جاريه بزاف، ما كتجيش ثقيله بحال هكا. دابا غادي ندخلها للفران، ومن بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه. وبالنسبه للتزيين، غادي نزينها فقط بالشوكولات ودانيت، الشوكولات كنزيدو عليه وكنسقيها به، من بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه. ها هي كيكه، من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف، كتجي اسفنجيه رائعه. دابا غادي نزينها بالشوكولات بحال الطريقه، يعني ذوبت الشوكولاط في حمام مريم وزدت عليه دانون ديال الشوكولاط، غنزينه فقط بالشوكولاط، درتو في حمام مريم وزدت عليه دانيت بحال الطريقه. دابا كناخذو شي فورشيط، كندير لها ثقوب باش كتسقى مزيان بداك الشوكولا، كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه بحال الطريقه. يعني منين كنسقيها كيهبط عليها داك الشوكولا. دابا غادي نسقيها بحال هكا، ندهنها بالشوكولات كامله، ومن بعد ما غنزينها غادي نوريكم النتيجه الاخيره. من بعد ما كملتها كامله بالشوكولات، صافي انا اكتفيت بالتزيين، فقط درت فوقها الشوكولات الابيض، كتجي على هذه الطريقه، كتجي زوينه بزاف. غادي نقطع لكم منها تشوفوها كي كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف.
بعد ما قسمت منها كتجي بحال هذه الطريقه، كتجي رائعه بزاف. ومنين كنديروا لها دوك الثقوب داك الشكلاط كيهبط لينا في الوسط، كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها، راه زوينه بزاف. يعني حتى بالنسبه اللي ما كيبغيش الطحين يعني غادي يعوضها بهيرنيس او لا ماريا، كتجي زوينه بزاف. وكنتمنى تجربوها، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وان شاء الله في فيديو الجاي ان شاء الله.